هو هيك في حدا في الخط تبعه لما هات سيدي؟ نعم سيدي. يلا الله يرضى عليك سيدنا. اذا في مساحه عندك هلا بدقيقتين على اللابتوب بعد الدرس دغري بنقول لك اياها على الجوال مباشره. طبعا بنتقل هنا ان شاء الله اذا الله رضى. الله يخلينا ابو محمد. الله يسلم الايام. سبحان الله كان يطرح لي حلوة والله. الله يسلمك. وما استطاعوا دكاترة العالم أنه يضيفوا على دكاترة سوريا هالقد فضل من الله سبحانه وتعالى. أجروا لي فحوصات على أيام متتابعة، قالوا أنه الطب عاجز أنه يفهم شلون أنه وقف المرض معي بأقل من سنة، جمد المرض ما فهموا، قال في يد خفية. فأنا بقول يد خفية والله، أنا بقول الله سبحانه وتعالى. الله يكرمك يا سيدي. فالحمد لله. اي قلنا له للاخ اللي سفرني، قلنا له اي نعم انه بدي اخذ زوجتي معي. قال لي شو بدك بزوجتك؟ هنيك كله بيتشغل غير. اي نعم سبحان الله. ما يعني بعد الواحد يعني زيوان بلادي ولا محد جلب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا على أقسام النجاسة. الفقرة من أولها. تقسم النجاسة إلى قسمين، غليظة وخفيفة. فالنجاسة الغليظة كالخمر. الخمر سبحان الله نجاسة مغلظة، يعني إذا في بينزل على أواعيك نقطة خمر بسم الله، إذا بمقدار 10 ليرات أكبر منها بشوي إزالتها نعم واجبة، والصلاة معها تكره كراهة تحريمية، يجب إعادة الصلاة ما دام الوقت باقيا. ويجمع أيضا هون نقطة هون نقطة هون نقطة هون نقطة بنجمعهم قديش بيطلعوا. إذا أقل قد النص ليرة قد الربع ليرة إزالتها سنة، بصلي معها بصح الصلاة مع الكراهة التنزيهية، يعني للحلال أقرب. كالخمر والدم المسفوح. الدم المسفوح يعني إذا كان نقطة دم هالقد هيك ما بتساوي شيء، أما إذا كان نزل الدم بمقدار حرف الألف نقض الوضوء ورجع ردنا نفس الحكم أنه أكبر من 10 ليرات بشوي. أما الوضوء إذا نزل بمقدار حرف الألف. ولحم الميتة ايضا اي نعم. هلا عم يقولوا انه في مطاعم عم يكم شو فيها لحم انتن لحم ميتين. انا كنت بالقرى، بالقرى عندهم بيربوا جاج، فمره جاي تاجر من الشام يشتري جاج من عندهم باعوا، ففات صاحب المدجنه لجوا على البيت طلع لقى انه التاجر عم يحمل جاج ميت، فات جاب الروسية وطرق كم طرقة فوق راسه وجمده بأرضه. قال له كل شيء حملته جاج ميت كبه. يعني في ناس لا بتحرم ولا بتحلل وبيصلوا معنا، بيقول لك كل شيء لحال، الدين لحال والبيع والشري لحال، نساويته كل شيء لحال. لحم الميتة ما بيجوز نسا، ما بيأكله إلا إذا اضطر، يعني أشرف على الهلاك أشرف على الموت ساعتها إذا أكل، وبيأكل بمقدار بس ما يمسك على نفسه الحياة، مو بيتم يأكل ليشبع. لحم الميتة. فإلا مطرح ما كنت أنا، إيه نعم، ففي بوفيهات مفتوحة
جبنا على الفطور، جبت انعم سندويشه فيها جبنه اشقوان محطوطين كلاتهم على الصينيه، بقى بتفتح بتشوف شو بدك تاخذ. زوجتي فتحت اخذت مثل حكايتها تمام، طلعت مرتديلا ولا يمكن تاكله، ما بنعرف لحم شو. نحن المرتديلا هو ما عندنا كلها، احنا كلها هني. فلذلك الانسان انعم هنيك، يعني اولادنا بالغربه كثير عم يتلبكوا بموضوع اللحم. وإيهابها الجلد قبل الدباغه اسمه إيهاب، بعد الدباغه اسمه أديم. فلذلك اذا كان انسان مثلا عم جاب جلد قبل ما يدبغه في الرطوبه، هي الرطوبه نجسه. نحن اهالينا كنا لهم يذبحوا ذبيحه، كانت الناس كلياتها عندها جلود بالبيت، والجامع كان تلاقي هيك اول صف وثاني صف كله جلود مشان يدفى الزلمه. هلا ما شاء الله كانت تدفئات مركزيه وكذا وشغل دودلان. فاجوا اهلنا بعد الذبيحه ينشروا الجلد على الحيط، دقوا له مسامير، تصير ريحه البيت بتقتل، يعني بما انه ايش يعني تخلص. وبول ما لا يؤكل لحمه، يعني كل شيء لحمه ما بيتاكل بوله نجس. ونجو الكلب ايضا اللي بيخرج من الكلب نجس. ورجيع السباع ايضا السباع اللي بيخرج منها نجس. حتى حليبها نجس، لان الحليب يتولد من اللحم واللحم نجس. ولعابها ايضا ريقه للكلب وريق السباع نجس. القطة ريقها مو نجس. القطط موجودين ببيوتنا، فبيجي اللي عنده قطه بصير تلحسه ايده هي قاعده لصاحبها. اي نعم. فالقطه هلا اذا القطه شافت كاسه مي شربت منها، اذا المي جاي وعندك مي كب الميات، اما اذا المي مقطوعه ما في كراهه بتشرب الميات. اذا في صحن اكل اجت قطه اكلت منه، اذا ما عندي اكل ساعتها اي نعم باكل الصحن، باكل القطه معها اذا ما في اكل. اما اذا في اكل هذول ما عاد يصح انك تاكله. انها من الطوافين عليكم والطوافات. لعاب السبع نجيس. ابن بنان شيخ بمصر، الشيخ هذا نعم سبحان الله، كانت المشايخ في مصر يعني في القديم في دول العالم كلياتها كانت المشايخ مشايخ. ايام ما كان الدين دين، هلا الدين يلي بين ايدين العالم كل واحد عامل دين لحاله على كيفه. هذا بيقول لك اخي هيك الدين ما بيصير، هو راسم دين لحاله شغال فيه على كيفه. فابن بنان كان في زمن المملوكي ابن طولون. ابن بنان شيخ كبير في السن شايب، رأت عيناه الآخرة كما رأت الدنيا. لنحن متى ما صرنا بهالسن هذا منعيش مع الآخرة، يعني الدنيا قليلة حتى نشتغل فيها، يعني نسهرت بشوف الجنة والنار، وانقعدت بشوف الجنة والنار. اي نعم. وإن خاطبت الناس براقب الله سبحانه وتعالى خاطب رب العالمين. وإلا لما الإنسان كان يعني شاب صغير ولو شيخ وشاب صغير، فبتلاقي مو مثل حكاية الشيخ الكبير، لأن الناس تقبل الحكمة من الشيخ الكبير أكثر. أنا بنتي كانت تدرس معي تدرس قرآن كريم، سلمتها حلقة النساء الختائرة مشان تدرسهم. ختائر ما بيقبلوا شاب صغير يدرسهم يكون شيخ عليهم، بدهم واحد من جيلهم. فاجت حرمه قالت لها لبنتي، قالت لها انا شايفه منام مرعبني. قالت لها بنتي شو متعشيه؟ متعشيه بالظاهر تسقي او فول او كذا. زعلت المراه نقرقت، يعني لانه العامي شو اسئلته؟ يا منام يا طلاق يا هي شغلته العامي. فاجت قالت لي هيك انا سالت بنتك وقالت لي انه شو متعشيه لحتى شفت هيك منام؟
طب يعرفوني اهل بيتي، انا ما بقبض المنامات كلها. مش واحد اللي شفت النبي عليه الصلاه والسلام بالرؤيا، هو صلاه ما بيصلي، هو وضوءه مو راكز. شيء بالشيء يذكر، كان في واحد بنته حردانه، رحنا مشان نصالحها هي وزوجها. اي نعم، اخذوني معهم كبار الضيع، وفتنا عليه بمكاري وقعدنا عنده، وقعدت حاكي انا قال الله وقال رسول الله وكذا شيء ساعه، طلع على لساني شعر، افتكرته فهم علي يعني. قلنا له شو حجي؟ ما مشي الحال. لا يا حجي، بنتك هي، نحن جايين مشان بنتك، شو احنا احن على بنتك منك انت؟ انت لازم تكون حنون عليها. قال ما برجع، صار لها 7 سنين كانت حردانه، قلبت مثل الوتد، عندها 4 5 اولاد، وجوزها مسكين كمان نحف، بده مرته واولاده، وهذا الزلمه لا. قال لي بتعرف مين اجى قعد محلك وما رضيت رجع له زوجته للزلمه؟ قلت له مين يا عم؟ قال لي الشيخ عبد العزيز ابا زيد. قلت له سيدنا الشيخ عبد العزيز ابا زيد اجى قعد هو وما رجعت بنتها؟ قال لي لا. قلت له قديش شفت ناس واطي ما مر علي اوطن منك لبعيد، يخرب بيتها. قوموا لنقوم لك. اذا الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى لما كان يجي على الشام كانوا يقدموه بالمعاهد الشرعيه، يقولوا بقيه السلف الصالح. بيجي لعندك على البيت قلت له ما بدي. هذاك اليوم كان في مشاجره وواص على بعضهم وكذا، اتصل علي عن ضابط قال لي بدنا نصالحكم وكذا، نصالح الجماعه مع بعضهم. لاني سكتت ما عجبني الحكي، قال لي انا ابن شيخ عشيره ونحن بنصالح الناس مع بعضها. قالوا خلص طالما ابن شيخ عشيره بيصالحوا الناس نحن حاضرين، لانه اللي بيصالحوا الناس مع بعضهم لازم انك تجي معه، يعني مو تجي تقول له ما في. والله فزيت بدي امشي، قال لي شيخ؟ قلت له نعم. قال لي انا شفت النبي عليه الصلاه والسلام بالرؤيا. قلت له ابو جهل شافه شخصي وراح على جهنم. شو يعني اذا شفته بالرؤيا؟ بدي عملك. شو بدي بالمنام؟ بجوز تكون كذاب، بجوز تكون صادق، بس عملك ما بيورجيني انك فعلا شايف سيدنا النبي، محترم تعاليم سيدنا النبي. مضت الايام شفته قدام مديريه الاوقاف، لكن نسيته انا ما بيتلق ببالي حدا. سلم علي مباوسه، سلمت عليه معانقه، اهلا وسهلا. قال لي بس شيخ مالك حق تصغرني قدام العالم. قلت له قال لي من انت اول؟ لا اعرف ليش صغرتها. قال لي بقول لك انه انا شفت سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بالرؤيا. قلت له ابو جهل شافه شخصي وراح على جهنم؟ ايوه. قلت له انت ابو فلان؟ الضيعة الفلانية. قال لي مظبوط. قلت له والله لو عرفانك ما سلمت علي. اي والله. قال لي بدي اعمل عزيمة، وكل مين كسفته وما قبلت جاهته بدي اعزمه. قلت له ما خسباتها، تعزمنا نجي ناكل عندها. المفروض لو قبلت جاهنا عزمتنا بنجي، اما ما قبلت جاهنا وجاي تعزمنا مين بده يتغدى عندك؟ ما حدا بياكل عندك، روح نلعب. اي نعم. فسبحان الله. يعني الإنسان الرؤية هي الرؤية الصادقة جزء من 70 جزء من النبوة. بس معظم اليوم واحد بيقول لي شفت السماء شقت نزل نور. يا إلهي السماء شقت نزل نور. بده قديش أركان الوضوء كم ركن له؟ ما بيعرف. الصلاة كم ركن فيها؟ ما بيعرف. أي سماء لي شقت وأي نور نزل وأي هنا؟ كانوا الناس يقولوا قال انه ليله القدر تنفتح السماء بينزل عليك نور من السماء. ليله القدر لا نور بينزل ولا من يحزنون. فهي ليله تنزل على الناس كلياتها، يلي بيكسبها بالعباده كسبها. فكانوا يحسوا انه واحد انشقت السماء ونزل نور بده يدعي، قال يقبرني الله قام مات. قال يقبرني الله قام مات. اي نعم قبره الله. فهون اي نعم لما فات ابن بنان على ابن طولون، ابن طولون كان ظالم، كان حاكم ظالم. فالناس بيدفشوا المشايخ. شيخ احكوا لكم كلمه حق. شيخ شبكوا ليش ساكتين؟ متى ما الشيخ مسكين تهور وحكى له كلمتين وصار ببيت خالته. اي نعم شو بيقولوا الناس؟ مين قال له يحكي؟ مين قال له يحكي؟ فدهوروا الشيخ احمد بن بنان، راح لعند ابن طولون. من خاف من الله
خاف منه كل شيء، ومن لم يخف من الله خاف منه، خاف من كل شيء، خوفه الله من كل شيء. فيوم فات ابن بنان على ابن طولون، ابن طولون ارتعم، فجاب المصارعين وقفوا حواليه، وعنده سباع حطه اي نعم جنب منه، صارت السباع تزأر، مجنزر السباع. فات ابن بنان لا شاف مصارعين ولا شاف سباع ولا شاف حدا، قال له اتق الله يا ابن طولون لقد ظلمت الأمة. قال ويحك في وجهي؟ فقال له الله سبحانه وتعالى أخذ علينا العهد أنه نبين للناس حكم الله وما نكتمه. حطوه بالسجن، حطوه جوعوا 7 كم يوم حتى صار يسمع زئيره لخارج قلعة القاهرة. قال له ابن طولون هلأ فوت 7 على ابن بنان. اختيار عايف حاله يعني 7 هنا ما في داعي يصارع هو وياه. قال له هنا ساعة زمان بتجيبوا لي تقرير شو صفى من الشيخ. فوتوا 7 على ابن بنان. بعد ساعة اجى عند ابن طولون قال له شو صفي من الشيخ؟ قال له سيدي الشيخ ساجد والسبع عم يدور حواليه عم يحميه. الله أنا على الحالي ما أكلوا؟ قالوا ولا قرب عليه. جيبوا لي ابن بنان. جابوا مخولة حديد وبلشوا ايش بقى يدفشوا 7، سحبوا الشيخ سكروا على 7 جابوا له عند ابن طولون. قال ما كان شعورك يا ابن طولون حينما أدخلوك على 7؟ احكي لي شو صار؟ يعني انتقض ضوءك من الرعبة لما اي نعم شو صار فيه؟ قال والله ما خفت إلا أن يلعق ثوبي بلسانه لأن لعابه نجس متولد من لحمه. قال افتكر انه اي نعم ينجس ثيابه. كانوا حاطين على التواصل الاجتماعي في اي نعم كانوا بالطياره نسيان الكابتن الطائره الميكروفون مفتوح، فالناس قاعدين واذ صرخ الكابتن من جوا يا لطيف يخرب بيتكم لك رحنا فيها لا اله الا الله. عم الناس جمدوا من الرعبه. بعدين قال لهم لك شو نسيانين الميكروفون مفتوح؟ قال لهم لك المضيفة رمت كاس الشاي على أواعي حرقتني بالشاي والبنطلون الأبيض تبعي نعم يعني انتزع من الشاي. فز واحد من الركاب قال له نعم أبوك على أبو البنطلون تبعه. إيه تعال شو بنطريننا نحن شو صار فيها من قدام ومن ورا. بني آدم إذا ارتعب ينتقد وضوءه شنو يعني؟ ورجيع السباع ولعابها نجس. وخرق الدجاج والبط والإوز لنتنه. هلا الدجاج والبط والوز يؤكل، بس أما الشيء اللي بيطلع منه نجس نتن لأنه. وما ينقض الوضوء بخروجه من بدن الإنسان، يعني اللي نعم اللي بيطلع من بدن الإنسان نجس. اللي بيطلع منه الإنسان عمل القيح هذا دم خربان هنا. وأما الخفيفة فكبول الفرس، الفرس يؤكل. عند أبو حنيفة كره لحم الفرس لأنه آلة الجهاد إلى يوم القيامة، بصح أكله لكن يكره. أما عند بقية الأئمة كلياتهم يؤكل الفرس ما في مشكلة. هلأ حمار الحمار العادي لا يؤكل، أما حمار الوحش يؤكل. الشعوب تتأثر بما تأكل. هلأ أجدادنا العرب كانوا يأكلوا لحم جمال، فلحم الجمل يقوي نياط القلب، والجمل أحقاده قديمة، جمل حقودي. فلذلك البدوي أخذ تارو بعد 40 سنة وقال استعجلت، ما بينسى تارو، الجمل حقودي. فالعرب كانوا يأكلوا لحم جمال. سيدنا الشيخ محمود بعيون الرنكوسي رحمه الله تعالى كان يقول يا ولدي كلوا لحم ديوك لأنه الديك فيه نخوة.
علي الفراريج اللي عم ناكلها مو معروفة لا ديك ولا دجاجة ولا معروفة شيء. اي نعم مدري بكم يوم بيصير فروج. اي نعم بينفخوه بيطعموه أكل مدري شو بيطعموه كذا. اي نعم بتلاقي 45 يوم بيصير فروج. اي نعم بينما تلاقي لما كنا كان في سوق العتيق نشتري اي نعم من عنده ديوك ونشتري هجاج وكانوا أهل البيت تلاقي شوف في ناحية لا إذا بتنزل الجاجة مشان ينتفوا الجاجة لأن التافات الجاجة إذا بينزلها بمقدار ما تتحلل المسامات تبعها صار النجس ما عاد يؤكل. بده الإنسان ينزله ويطالعه دغري شوي يعني بخليه شوي بيطالعه بمقدار بس إيش يعني إنه الريش يتشتش شوي بس ما يصل اللحم لجوا بتنجس. فكان يقول يا ولدي كلوا لحم ديوك ديك في نخوي. مرة نعم جابوا ديك دقوا له لحم خنزير وطعموه ما عاد في عنده نخوي فوتوا له ديك تاني على الانت بقى. كل ما هالديك التاني نعم يجوز جاجة من عنده هذا الديك يزلغيت ما عاد في لا نخوي ولا عاد في شيء. تأثر باللحم اللي عم يأكله. إيه لا الأجانب بيأكلوا لحم إيه نعم لحم خنزير. أنا كنت صليح سيارتي عند رجل فأجتمع مع ضابط مسيحي متقاعد فكان يقول لي إنه إيه نعم يروح على جزيرة قبرص يفوت لهنيك يقعد عندهم فيقدموا له لحم خنزير يقول له ما بناكل يقول له أنت مسيحي يقول أنا مسيحي شرقي أنا عايش بين مسلمين لا في لحم خنزير ولا حدا بيربي خنزير ولا في شيء كذا ما اعتدنا عليها. فيعني الطعام هذا سبحان الله بتلاقي ايش يعني ما بيجعلوا ينام ذيك النخوة. احنا بناكل لحم غنم درويش نحن لا نسمع الكلمة. نعم اذا وأما الخفيفة فكبول الفرس وبول ما يؤكل لحمه. نجاسته خفيفة يعني ما عفو عن ربع الثوب. إذا الفرس أو البقرة بولوا جنب منها تلوت ثوبك نعم أقل من ربع الثوب تلوت نجاسة خفيفة يصلى معها. مرة كان في واحد واقف على بالقول اثنين تحت عم يغتابوا ابو على ابو اهله على ابو عيلته على ابو عم بول عليهم يخرب بيتك ليش هيك سوي؟ قال له بالكتاب الفقه موجودين اما يؤكل لحمه فبوله طاهر وانتم عم تاكلوا لحمي قاعدين انتم اثنين تحت نازلين فيني غيبه ونميمه. اي نعم فالبول طاهر. نعم وخرق طير لا يؤكل يعني الطيور العاديه ما في أي مشكلة. وعفي عن قدر الدرهم من المغلظة. دلوا وين نحن سيدي. وعفي عن قدر الدرهم من المغلظة. فالنجاسة الغليظة ذكرنا بأنه إيه نعم الدرهم أكثر من 10 ليرات بشوي. والنجاسة المغلظة الدم والخمر والغائط نعم والبول وما دون ربع الثوب نعم من نعم او البدن من الخفيفة نجاسة الخفيفة. وعفي عن رشاش بول كرؤوس الإبر. هلا اللي ببولوا على الواقف فدليته سيدي هات رح افتح لك هذا فإذا كان إنسان بول على رخام على أحجار فالبول بيرجع لعنده بيطرش بصير البنطرون عم يرصف رصف بصير بيلمع هذا الرصف ما عفو عنه. وعفي عن رشاش بول كرؤوس الإبر ما عفو عنه. كانت الناس سبحان الله كلها إيش من يوم ما طلعت بناطرين صارت الناس نعم تبول على الواقف.
البنطرون شو حكمه بالشرع؟ أول ما طلع البنطرون كان بدعة، لأنه أحب الثياب للنبي عليه الصلاة والسلام القميص قلابية، فكان لبسهم قلابيات ما كان فيها البنطرون. هلأ أنت اللي لابسين قمصان هلأ نفس القلابية بس مقصوصة، تلاقي أبي مثل أبتنا، أي نعم، في تلاقي كل أبي شكل بتجي بالقلابية، بس القلابية قاصينها من نصها وبنطرون لبس عليها. لما كنت أنا هنيك أي نعم بموسكو كنت لابس أي نعم لبس شيشاني، بنطرون وجاكيت، لأنه يعني حتى تركيا مشايخهم ما بيلبسوا قلابية، بيلبسوا شروال، وبروسيا هيك كمان. إذا واحد لابس قلابية يقولوا زلمي لابس فستان، هذا يعتبر عندهم فستان نسواني. فلبسوني لبس شيشاني وهدوني بدلة تانية للشيشان، نعم صيفية، نعم الواحدة للشتاء ونعم واحدة للصيف، رحلة الصيف والشتاء، رحلة الشتاء والصيف. نعم، إذن مسائل قد ايش صار الدرس؟ صار وقته 25 دقيقة بس. ولو تل فراش عنا ولد صغير من يمينه بول على الفراش، نعم، او تراب نجسان، البلل نجس، من عرق نائم او بلل قدم. لا تلاقي كثير يعني ناس تجي على الجوامع تلاقي الواحد لابس جرابات، جرابات معسلة، بيجي بيوقف بالصلاة بيمشي، بتجي انت بدك تصلي، قلت له بتجي انت بدك تصلي، بيجي وجهك مطرح ما كان هو داعس، اي نعم، بقطع نفسي انا، بيقوم الامام بيطول بالسجود، الامام اي نعم بيخشع وانا اقطع روحي، اي نعم، والامام تلاقي سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي، لكن انا اختني يا زلمه سبحان ربي الاعلى، احيانا بخلص، اي نعم، شو هذا؟ شو الشهيق هذا؟ شميت كل شيء ريحه امتانا كانت من جرابات العالم. احد المشايخ فات على المدرسه الشرعيه شلح جرابات بلش يضبون على الطاوله، بيطلع منهم غبره، شو يقولون؟ هي كلها من الجوامع شيخي، يعني حكي الطلاب شيخي هي كلها من الجوامع. فسبحان الله، يعني مرة كنت بمكة المكرمة فجنب الكعبة أيام الحج ما بيفصلون عن بعضنا النساء عن الرجال، شو بدهم يفصلون؟ لا يفصلون، اي نعم، ما في قرني حدا ينزل لتحت، فبنسجد كون جنبك امرأة قدامك امرأة، كانت أمامي امرأة، اي نعم سبحان الله، كشيت لورا 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 هيك مشان انه اسجد، هي أخذت راحتها مدت رجلها جراباتها مبلولين، لكش بدني انا، اي نعم، طار الخشوع وطارت الصلاه وطارت الدنيا. مره ابني كان بالجامع حاطت بخور، ففاتوا شباب سلفيه قالوا ليش حاطين بخور؟ يعني في، لانه مقوله عند الناس من وادي البخور بيجذب الملائكه بيطرد الشياطين، هيك في ناس بيظنوا. قالوا لابني ليش حاطت بخور؟ قالوا مشان ما شم ريحة جراباتكم. سكت هذاك، ما عاد يلاقي جواب يجاوب فيه. يعني الزلمة تلاقي عنا بدك تطلع لعندي 660 درجة لتصل لعندي، وبهالصيف وبيصل الزلمة عرقان ريحة العرق تبعه غير شكل، وبيفوت بقى على الجامع لجوا. قصة إذا أكل حلبة، إي نعم، وتلاقي ريحة عرق لبني آدم، يا لطيف. من عرق نائم أو بلل قدم وظهر أثر النجاسة في البدن والقدم تنجسا وإلا فلا. يعني فراش نجس نمنا عليه عرقنا، اختلط العرق مع النجاسة، إذا ريحة النجاسة إجت على جسمي معناتها بدي بقى شو أعمل؟ بدي أغتسل مشان إيم النجاسة عن بدني. كما لا ينجس ثوب جاف طاهر لف في ثوب نجس رطب، لا ينعصر الرطب لو عصر. هلا هاي الأحكام سبحان الله. مرة كنت أنا وأخي بالسيران، كنا بجديد الشيباني، فنزل أخي على النهر
النجاسة لها ثلاث آثار: اللون والطعم والريح. فإذا ظهر أثر واحد ما بصح أتوضى من هالمي. سيدنا عمر لما نزل على بلاد الشام كان معه غلامه، فمروا على دير في برا بركة مي، فقال له الغلام لصاحب الدير، قال: يا صاحب الدير، هذا الماء نجس أم طاهر؟ فقال له سيدنا عمر: يا صاحب الدير، لا تخبرنا، نحن بنتحرى وبنعرف. هالمي إذا ريحتها ريحة نجاسة، أو لونها لون نجاسة، أو طعمها متغير، ما عاد يصح لنا إنه إيش نتوضى منها. فقال لي أخي، قال لي يا ما، قلت له نعم، قال لي المي هي نجسة؟ قلت له لو إنك عم تدرس معنا أنت عرفت شو حكمها. مرة كنا قاعدين صلاة جمعة، صلاة جمعة ما بنساها بحياتي أبدا، هي الإمام على المنبر مدري شو إجا لباله، جاب لنا قصة. قال إجا رجل لعند أبو حنيفة قال له: شو طعم الغائط؟ قام قال له إنه مر حلو وحامض ومر. قال له شلون؟ قال له حلو لأنه بوقف عليه ناموس، وحامض لأنه بوقف عليه دبان، ومر لأنه بيدوّل. لك شو الكلام هذا؟ ما له طعمين؟ لا حدا سأل أبو حنيفة السؤال، وبعدين ما بيجيبها على المنابر هاي. ويفزل لك شيء، ويفزل لك رجل كبير في السن كان عم يصلي على الكرسي قاعد، وبلش لك بالخطيب: ين عن أبوك عرس، ين عن أبوك عرس. حبا لك قد ما ضحكت أنا لحوة على طول. لك الشيخ طيب أخي تحمل، ولا هلأ شيخنا اللي على المنبر فكر حاله جاب قصة لا قبل ولا بعدها. الشيخ على المنبر يعني بده يعني يجيب كلام موزون، يجيب كلام تقبله الناس. بجوز بالدرس مثلا شيخه جاب هيك قصة ضحكوا له، أما على المنابر ما منجيب هيك قصص ولا هيك سيارة. على المنابر بدنا نخلع قلب العالم، بدنا نهز الأمة. لا أنا بمزح بالدرس، بس على المنبر ما في مزح. على المنبر بدي اشحنك للجمعة اللي بعد منها. متفوت الا على خطبة الجمعة، والله ما بيشحني ولا ربع ساعة، ما بصدق امتى يخلص. كل شوي بطلع على الساعة، العمى شو قصته هذا يعني ما ينزل بقى. حكوا لي عن شيخ تأخر شوي حتى فات على الجامع، طلع على المنبر ساعة وربع خطبته، وكل شوي شو يقولون؟ نعم سامحوني إذا أطلت عليكم. لك أخي ليش لا تطول ونسامحه؟ ما في داعي، ساعة وربع. هلا أنا خطبة العيد عندي أربع دقايق، بخطب وبطلع وأنا ماشي بالشارع. لسه هذا الجامع عم يخطب، هذا الجامع عم يخطب، بركب بالسيارة وبمشي، لسه الجوامع عم يخطبوا فيها، ونحن خلصنا. ما بيطلع من عندي ولا